دوما، وإن كنت أحيانا تغلبك النفس الأمارة بالسوء فتلجأ إلى الشهوات والملذات، فأنا أنصح نفسي وأنصحك وأقول لك عاهد ربك من الآن وقبل أن ينتصر عليك، قل يا ربي أعاهدك عهدا مؤكدا وثيقا من اليوم إن شاء الله لا أعصيك ولا أقترب إلى المعاصي التي حرمتها عليك. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث مليح شريف: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، حزن الشيطان حزنا وبكى كما تبكي الأم التي ذبح ولدها في حجرها. يعني أنا وأنت عندما نقرأ القرآن الكريم ونجد سورة فيها السجدة فنسجد شكرا لله عز وجل ونقول سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. هل تعرف ماذا يحدث للشيطان عندما تركع لربك عندما تسجد مثل هذا السجود؟ الشيطان كيندم وكيحزن وكيقول يا ويلاه يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرني ربي بالسجود فامتنعت وتكبرت فلي النار. فلا تترك هذه الفرصة تفوتك. الكلمة الثانية أيها الإخوة الكرام، نحن متفقون فيما بيننا، كل واحد فينا يعرف بأن المعلم لا يمكن أن يفرط في أولاده، وبأن الأم لا يمكن أن تضيع صغارها، وبأن الأب لا يمكن أن يفرط في أولاده، وبأن الملك الصالح لا يمكن أن يفرط في شعبه. فإذا كان هذا الأمر بالنسبة لنا نحن البشر، الأب العاقل ما يضيعش ولاده، والأم اللي عندها العقل ما تضيعش وليداتها، والملك الصالح بحال الملك نتاعنا الله ينصره ما يضيعش الشعب نتاعه. إذا كان الأمر هكذا نفهمه، فهل يجوز عقلا وشرعا نقولوا سيدي ربي خلقني وغادي يضيعني؟ إطلاقا إطلاقا، ما دام ربك قد خلقك فهو يريد لك يا أخي الكريم الجنة، فإياك ثم إياك أن تضيع هذه الفرصة. فقط رب العالمين يقول لك أجي عندي وأنا غادي نقبلك، السيئات نتاعك غادي نردهم حسنات، فلماذا لا نعزم عزمك أكيدا ونتفق فيما بيننا، بل نتفق مع ربنا على أن نطيعه ونلتزم بشريعته، وبذلك سنحس بالحلاوة واللذة والسعادة. إخوتي الكرام، الشعب المغربي وأنا وأنتم جزء من الشعب المغربي، هو شعب طيب مبارك، له أصول، له تاريخ، ملوكه صالحون، شرقوا أو غربوا فستجدون كثير من البلدان الإسلامية فيها فوضى ومشاكل وعراقل وقلاقل، ولكننا الحمد لله في هذا البلد نعيش مطمئنين سعداء. نعم عندنا بعض المشاكل، عندنا فقر، عندنا أزمات، عندنا بعض الملاحظات، ولكن نحن أحسن من غيرنا، أحب من أحب وكره من كره، فينا صالحون، وأنتم وأنا إن شاء الله من الصالحين المباركين الذين نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينا فاسدون ناقصون، قد يكونون من السكر الذين يشربون الخمر، قد يكونون من الذين يحبون النسوان فيرتكبون الزنا، حفظني الله وإياكم من هذه الموبقات. ولكن المطلوب مني ومنكم، نحن الصالحين، نحن المباركين، نحن أهل القرآن، نحن الشرفاء. ما هو مطلوب منا؟ اللي علمنا ربي وفهمنا وخلانا نكون مسلمين ملتزمين بالدين، دوك المكفسين، دوك اللي ماشي ملتزمين، حنا نديروا واحد المجهود، نقوم بمجهود جبار لنصلح من الفاسدين. انا قلت وانا زلت اقول، طف يمكن تكون طاسه ديال القهوه، عندنا كاس من القهوه نضع فيه السكر، لو اننا وضعنا السكر في القهوه وما حركناش ذاك الكاس، هل الكاس غادي تكون حلوه ولا غادي تكون مره؟ حتى واخا دير فيها السكر الا ما حركتوش ما غاديش تعطي شي حلاوه. كذلك شعبنا المغربي هو شعب متدين، يحب الله كما قلت، يحب القرآن. ولماذا اجتمعت أنا وأنتم في هذا المكان؟ لو لم نكن من أهل الله، من أهل القرآن، من الذين يطيعون الله ورسوله، والله ما اجتمعنا في هذا المكان. ولكن كما قلت لكم نحن مطالبون جميعا
بأن نذكر بعضنا البعض وبأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض لنتعاون على البر والتقوى. أنا ضعيف، أنا مسكين، أنا درويش، أنا ناقص. رباه يا رباه، الله يا الله، أنا لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فأكرمني بتوبة واغفر ذنوبي، إنك غافر الذنب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، حامين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. شكون هو سيدي ربي؟ الله يعرف نفسه يقول غافر الذنب وقادر التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. مثل هذه الصدقة، مثل هذه الصدقة هي وسيلة إيضاح، هي دليل تذكر الغافلين بالله. حال واحد ربما جمع كيصليش، ولكن بهذه الكلمات المباركات عن حسن الخلق اللي تفضل بها الإمام تاعنا، وبهذا القرآن اللي سمعناه، وبهذه الأجواء المنيرة بالإيمان، إن شاء الله غادي يتذكر ويتوب رب العالمين. أقول لكم داوموا على هذا السلوك، أكثروا من هذه الصدقة، نظموها، رتبوها، جزاكم الله كل خير، فإن الله يحب مثل هذا العمل، والرسول عليه الصلاة والسلام يحب مثل هذا العمل، وملكنا نصره الله وأيده وحفظه في ولي عهده يحب مثل هذا العمل. فجزاكم الله حنا أحسن جزاء، وتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله أن يجمعني بكم مرات ومرات. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك.